عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. محمد حسين عامر، الحافظ الأشهر والمقرئ الأول للقرآن الكريم في اليمن، وأبرز علماء القراءات العشر ومعارفها في اليمن وفي العالم الإسلامي على مدى 4 عقود. ولد الشيخ محمد حسين عامر سنة 1938 بقرية الظواهرة في منطقة الحداء بمحافظة ذمار. أصيب بالعمى قبل بلوغه السنة الأولى من عمره، ورغم ذلك تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو ابن 10 سنين. طفولته، يقول نجل الشيخ الحافظ محمد حسين عامر عن طفولة والده: كان جدي يحدثنا دائماً أن والدي كان يعيش طفولته في القرية بشكل طبيعي، هو وعمي أحمد الذي كان يكبره ب9 سنوات وكان كفيف البصر أيضاً، فكان والدي يلعب مع أولاد الجيران ويجري معهم مثلهم تماماً، رغم أن المنطقة وعرة جبلية، ورغم أنه كفيف البصر، فأدرك جدي أن والدي كان يمتاز بذكاء غير عادي، وكان يقول: إن والدي سيكون له شأن في الدنيا. كان جدي يحب الذهاب دائماً إلى الجامع الكبير بصنعاء، وكان هناك يلاحظ المكفوفين وهم يتسولون، فخاف على مستقبل ولديه من ذلك، فقطع على نفسه عهداً أن يعلمهما تلاوة كتاب الله وحفظه والتعمق فيه حتى يصبحا شيخين أستاذين. فلما رجع لقريته أمسك بيدي طفليه وذهب بهما إلى صنعاء ليتعلم في مساجدها، لأن بها علماء كباراً في مختلف العلوم. كانت البداية في جامع العلمي، وهناك بدأ والدي وعمي أحمد حفظ القرآن وتلاوته والنهل من علومه، فدرسا القراءات السبع والمتون وغيرها على يد ثلة من الشيوخ والعلماء مثل الشيخ عبد الله الطائفي والشيخ حسين مبارك الغيثي. نبغ الطفلان الشقيقان المكفوفان في تلك الحلقات العلمية المباركة، ولمعت نجابتهما في تلك المساجد العامرة بالعلوم والذكر والمعارف، وبعد ذلك انتقلا للدراسة في المدرسة العلمية على يد العلامة الكبير محمد إسماعيل المنصور، الذي كتب إلى الحسن سيف الإسلام رسالة يصف فيها الطالبين: ولدان ضريران صغيران مع والدهما يتدارسان القرآن، إذا سمعتهما تأخذك بهما السرور والغبطة. فكانت هذه الرسالة بداية دخولهما إلى المدرسة العلمية بصنعاء، والتي من خلالها تلقيا العلوم المختلفة والقراءات السبع، وكان ذلك في 50ينيات. بعد اشتداد عوده وتمكنه من قواعد القرآن وعلومه، اشتغل محمد حسين عامر في تدريس القرآن الكريم، وساهم في إنشاء عدد من دور التحفيظ في العديد من جوامع العاصمة صنعاء، فتخرجت على يديه مجموعة من القراء أمثال المقرئ يحيى الحليلي وعدد من العلماء والمنشدين. كان يدرس في الجامع الكبير، ويدرس أيضا في الكلية العليا للقرآن، وكان يدرس سابقا في المدرسة العلمية أو دار العلوم، ويعني فدائما تجده مدرسا في أينما وقف، فكل الناس يعرفوا عنه، ودرس على أيديه على يده الكثير والكثير من الطلاب، يعني ومن ضمنهم نحن وغيرنا. وبالإضافة إلى اشتغاله في التدريس، عمل كمقرئ بإذاعة وتلفزيون صنعاء وعدد من الإذاعات اليمنية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاشتهر وذاع صيته محليا وخارجيا، رغم أن حواجز المذهبية المقيتة في دول الجوار عملت على تحجيم هذا الصوت القرآني الفريد. مسابقة القرآن الكريم في مكة، أول مسابقة كنت أنا وهو، أعجبت بها لجنة التحكيم إعجاب كبير، وكانوا الجميع كانوا يظنوا أنه الأول، لكن كان هناك ما كانت العلاقة بيننا وبين السعودية كما يرام، طلعوا أول واحد سعودي طالب والثاني تشادي، قلنا ما نسبة هذا الطالب ولا تشادي إلى محمد حسين عامر، جبل في القراءات، قراءة العشر كان يقرأ، أحيانا لجنة التحكيم يجهلوا بعض الألفاظ يقولوا له يردوا على قال فيها قراءة كذا، وأعجبوا بأيما إعجاب.
ربي على أحمد. وإلى جانب اشتهاره بالقراءة والترتيل، فقد طبقت شهرته الآفاق في الإنشاد الإسلامي. فمحمد حسين عامر يعد منقذاً للتراث الإنشادي اليمني الأصيل في كثير من ألوانه. فمنذ أعقاب 26 من سبتمبر 1962 طغت المزامير والأغاني على كل المناسبات، وكاد التراث الإنشادي أن ينقرض، مثل الزفة الصنعانية وغيرها من الموشحات والأناشيد الإسلامية، لدرجة أن عدد المنشدين في ذلك الوقت تقلص حتى صاروا يعدون على أصابع اليد الواحدة، لولا عبقرية صوت الشيخ محمد حسين عامر ورونق أدائه البديع الذي أضرب السامعين بعذوبة صوته. من قاتل وصية بغيره وجاء بدعوى لا يقوم دليلها. فأعاد محمد حسين عامر للتراث الإنشادي مكانته، ورد إليه اعتباره، وأسس مدرسة مستقلة بهذا التراث الإنشادي، وساهم بدور بارز في تأسيس جمعية المنشدين اليمنيين، وتخرج على يده الكثير من أساتذة الإنشاد والموشحات الإسلامية، ولعل أبرزهم علي محسن الأكوع ويحيى المحفدي وقاسم زبيدة وغيرهم من كبار المنشدين. والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك، طلع البدر علينا من ثنيات ورداء، وجب الشكر علينا. ما كان في إبداعه إلى أنشد أبدع، وإلى أعضاء أودع، يدخل إلى القلوب حق الأناشيد. كان رجل لا يمكن أن يضاهيه أو يأتي الزمان بمثله، ولا من بعد 60-70 سنة. ودعوا يا صائمين شهر رب العالمين. بعد مسيرة حافلة بالنشاط والعطاء أصيب بالمرض، فما لبث أن أسلم الروح لبارئها في العاصمة صنعاء في 15 من رمضان 1419، حينما فجع اليمنيون برحيل جزء من أجمل ما عاشوه، وبفقدان قمر رمضاناتهم وشمس سماواتهم، وصوتا لطالما حلق بهم إلى سماوات الخشوع والتدبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا كتب عليكم الصيام كما. رحل محمد حسين عامر مخلفاً إرثاً وأثراً مميزاً في الحفاظ والتمسك بالقرآن الكريم والهوية الإيمانية، وتاركاً في المسامع والمحافل وأقدس المواسم إرثاً عظيماً خلاباً من الفنون الإسلامية اليمنية المميزة والفريدة.